يقول السائل: نحن على أبواب عيد الفطر المبارك، فهل يجوز أن نسلم على أصحاب الأهواء والبدع؟ أهل الأهوى والبدع يختلفون، منهم من بدعته كبيرة ومكفرة ومضللة، هذا لا يسلم عليه بل يهجر. وأما إذا كان دون ذلك بدعها لا تصل إلى حد التضليل أو حد الكفر، فهذا يناصح ويبين له أن البدعة الصغيرة تجر إلى البدعة الكبيرة، فيناصح ويسلم عليه. نعم.